السماوات خانه كاو تما جينا عندو جبنا خانه مشدود مع السريه بالرمله وديك قادوس امان ديال الطرطاق اليوم تما كل ما كيدخل داخل يعني تماك عامر بالماء ما عندوش السيد فين يخرج حتى واحد ما يقدرش يعتق قلت الماء صافي يعني غرق تما الماء عامر المهم يا ديك جات الحاله الوقايه المدنيه دار التنفس الاصطناعي فوق هكا وما فاتش داك خان عاد تحصل فوق في وسط الرمله الرمله وصلت لي تقريبا هنايا صافي ديك الساعه تنقص الماء وجبتو خانه كان واحد اللي كان تماك وصافي واحد واحد مشيتي كتجري تمايا؟ كنت تماك تماك واحد شويه جيت حتى انا خدم هنايا يعني ملي شفتي داكشي كيفاش لا انا صراحه بقى فيا تخانا كيغوت كيقول لهم عيطوا لهم هو كيغوت في التحت ما يقدرش يتحرك ولا شي حاجه هو جبتو ديك اللعيبه الفوقانيه ديك ولكن ما تقدرش تدخل لهم في ديك البلاصه حيت جايه مخشيه كان جا واحد رموك هنايا كان كيخوي السلعه كانوا كيعاونوا ديك الكروه ومن بدا كيخوي ديك رموك طرطق واحد قادوس متاحس ديك قادوس بدا كيهود ديك الطريطوار بدا كيهود على الخدام وبدا كيهود ديك الحيط شويه بشويه ملي بداو الخدام كيهربوا عيطوا على الوقايه المدنيه باش يدخلوا باش امكان يسعفوا البنايه اللي كانوا طاحوا تما ومن بعد واحد 10 دقائق 15 ساعه بدا كيجيو الاسعافات الاوليه والوقايه المدنيه اللي كان غارق بالماء شفتوا 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 كان الحاله ديالو المهم كان كيغوت حيت انا كنت انا ساكن هنا في عين المكان انا سمعت من برا عندي كيطل لهذا الشارع كنسمع الغوت بديت كنطلع كنشوف ديك البنايه هاربين السيد بدا الرمل كيتهود عليه وقادوس من الطرطاق بدا كيضرب ديك في ديك الرمل الرمل بدا كيهود على بدا كيرجع بحال الماء بحال اللي جاري فهمت هذاك الماء بدا كيطلع له ثاني هنا جاو امانديس قطعوا ديك لا لا قدروا يسعفوا فهمت ما خلاوش يتسفوا جاو امانديس قطعوا الضوء قطعوا الماء باش يقدروا يخرجوا الحق الحمد لله في الاخر سعفوه الحمد لله فهمت بس سمعنا الصداع سمعنا الغوات مشينا طلينا شفنا كما نادم تما طايح نادم تما طايح صافي رمنا وصلوا حتى الصدر ديالو الماء الماء والغيس لا الغيس الغيس داك داك الغيس ما طاحش عليه داك الماء بدا فاض هذاك الماء وداك المقا داك ديال الضو توا طاح داك البوطو ديال الضو توا طاح اش نقول لك زعما واحد المنظر شويه المنظر شويه سهل زعما واحد المنظر الحمد لله واش بدا اللي قال مزيان جات وقت مناسب الحمد لله والسلطه حتى الحمد لله قام بالواجب ديالها الحمد لله واش المشكل اللي كاين الاسلام تاعك واش كتعرفوا كي تسخر معاك ما شفتوش كون شفتو كون كنت دري كما كتسخر زعما انا كما كتسخر مساكن زعما ترونكيل الدراري كامل ديال ديك الشونتي زعما العمر هذا صراحة الله الراجل فهمتي الراجل خدام داخل كان خدام قال لك كنعاودو غرق فهمتي الغايس مع داك الغايس ما عادش نسمو كان يعني تسخنق فهمتي كيفاش جا القوة المساعدة وجاو الامن ديالنا وتكلفوا باجراءات كاملة والحمد لله والراجل باقي ما توفى باقي في الحياة أما الدواء والله يجيب له الشفاء في هذا النار هذا الشيء اللي كاين تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد